أول مجلس وطني الاتحاد الشرقي لكرة الشمال، وأنا التائم اليوم في هذا تخليد الذكرى 60 لتأسيس الاتحاد الشرقي لقوات الشعبية، اللي هو حزب كبير وحزب حزبنا اللي لا يمكن أن نتحدث على تاريخ المغرب فيه معزلا عن تاريخ الاتحاد الشرقي، لأنه ولد من رحم القوات الشعبية ولد من رحم الحركة الوطنية، ثم قدم خدمات جليلة لهذا الوطن، سواء في فترة الحماية أو بعد الاستقلال أو حتى في حكومة التناوب. العنوان العريض في لقائنا اليوم واللي احنا فرحين به هو عنوان المصالحة الحزبية، واللي بان لي احنا الان احنا في مدخل هذا اللقاء ديال تخليد ذكرى 60 لمشأة الحزب، انه شي وجوه ديال المقاومين المناضلين ومجموعة ديال الاخوان اللي كانوا غابوا على الحزب والان استجابوا الى نداء المصالحة واستجابوا الى دعوة القيادة السياسية للعودة الى احضان حزبهم، وحنا ناويين ان شاء الله ابتداء من هذا الذكرى 60 أن نصلح حزبنا وأن نبنيه وأن نعيد إليه بريقه وأن نستعد للانتخابات الاستحقاقات الانتخابية سواء الجماعية وكذلك التشريعية، وأن يعود الحزب إلى مصاف الأحزاب الكبرى، وهو من الأحزاب الكبرى طبعا، ولكل جواد كبوة الآن انطلاقة جديدة عنوانها المصالحة. وشكرا.